السلام عليكم. استاذ نهرو، يعني ما حصل بالتحديد في داخل الجلسه ولماذا اجلت او رفعت الجلسه؟ كان من المتوقع من البدايه الشيء يعني او العراك اللي صار داخل مجلس النواب اليوم على موضوع ترشيح رئيس مجلس النواب كان من المتوقع بعد الجوله الاولى، باعتبار انه لم ينحسم في هذه الجوله وتاجلت الجلسه لخوض الجوله الثالثه بهذا الموضوع. هنا نواب التقدم باعتباره هم يعتبرون انه هم الاغلبيه السنيه داخل مجلس النواب العراقي، وبالتالي هم اخذوا هذا المنصب في عند تشكيل الحكومه السوداني، باعتبار انه هم انطوا هذا المنصب مقابل نقاط او استحقاقهم متنازل من عندهم من مناصبهم مقابل هذا الموضوع، فيتوقعون او انه يرون انه هذا الموضوع هو من استحقاقهم كانتخابي على هذا الموضوع، ولكن أصرت يعني إلى نوعا ما مجلس النواب في المضي بالإجراء الانتخابات للجولة الثالثة وحسم الموضوع باعتبار ما يتلقاها الرئيس مجلس النواب الأستاذ محسن مدام من يعني عتاب ويعني في الإعلام بشكل عام أنه هو مصر على بقائه وتأخير هذا الملف، فعليه أنه يحسم، فقال أنه أنا علي أن أحسم هذا الموضوع. ونواب التقدم توجهوا إلى يعني بين الشيخ هيبة الحلبوسي ومثنى السامراء يسار عراق، ومن ثم تدخل النائب أحمد الجبوري، ومن ثم التوجه إلى الرئاسة بعدم رفع الجلسة، وهكذا صارت الموضوع طلعت الموضوع يعني عن السيطرة وتأجلت الجلسة إلى إشعال آخر. طيب استاذ نهرو، يعني هل هناك جولة ثالثة ستكون خلال الجلسة المقبلة أم ماذا وكيف إذا لم يحصل في الجولة الثالثة أيضا مثل ما حصل اليوم، ماذا الموقع؟ هذه الجلسة جلسة أخيرة، مفروض بس يكتمل النصاب مفروض ينحسم هذا الملف، يعني ما يحتاج انه لانه عبرنا الجلسه الجوله الاولى والجوله الثانيه الا هذه الجوله ما نحتاج انه نوصل الى عتبه 167، مجرد ان ينفتح النصاب 167 حسب ما راي الاخوان القانونيين ان ينفتح الجلسه ومن ياخذ نصف زائد واحد هو اللي يفوز بهذا المنصب. طيب كيف سيكون يعني المنصب لمن؟ يعني ما غير او غير انه مبني هذا الموضوع، نواب التقدم طلبوا منه تعديل النظام الداخلي الماده 12 يقدمون نواب جدد لترشيح لهذا المنصب، وبسبب هذا الموضوع صارت الخلاف والعراك داخل المجلس. طيب هل سيحسم هذا الموضوع في الجلسه المقبله؟ ما غير 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 يعني مبين للكل لانه بعد ما حدث يحتاج الى تحالف اداره الدوله والقوى السياسيه ان يتفقون على هذا الموضوع، لانه عدم حسم هذا الموضوع راح يكون هنالك تفكك وانشقاق داخل البيت السني، وممكن ان يصل الى حد يعني المضاربة بيننا. يعني سؤال أخير، التفسير يحتاج إلى المحكمة الاتحادية أم هنا فقط؟ لا 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 لا، ما نحتاج إلى تفسير بالمحكمة الاتحادية، مجرد أنه نحتاج إلى اتفاق سياسي لعقد جلسة أخرى والمضي بهذا الموضوع. على نفس المرشحين؟ على نفس المرشحين الحالي، إلا إذا صارت اتفاق سياسي بين القوى السياسية وتحالف إدارة الدولة بتعديل النظام الداخلي المادة 12 بتقديم مرشح جديد لهذه المنصب. شكرا جزيلا.